تسلم حضره صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه في قصر بسمان الزاهر اوراق اعتماد سعاده الشيخ خليفه بن عبد الله بن حمد ال خليفه سفيرا لمملكه البحرين لدى المملكه الاردنيه الهاشميه وقد جرت مراسم الاستقبال الرسميه الخاصه بهذه المناسبه. وخلال اللقاء نقل سعاده الشيخ خليفه بن عبد الله بن حمد ال خليفه تحيات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله الى صاحب الجلاله العاهل الاردني وتمنياتهما لجلالته بدوام الصحه والعافيه وللمملكه الاردنيه الهاشميه وشعبها. الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار من جانبه كلف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سعادة السفير بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معربا جلالته عن تطلع المملكة الأردنية الهاشمية إلى تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات ولسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.